بالمناسبة برضو زي النهاردة بنفس التاريخ، ولكن هنعمل بقى ايه فلاش باك لأبعد من كده بكتير. يوم 23 يونيو من عام 1897، ده كان يوم ميلاد توفيق عبد الله لاعب النادي الأهلي في عشرينيات القرن الماضي. هو من مواليد القاهرة وابتدى مشواره الكروي في نادي القاهرة في منطقة جولاء، ومثل مصر في الدورة الأولمبية في بلجيكا سنة 1920. من بلجيكا سافر على انجلترا ولعب هناك في مجموعة أندية من أشهرها ديربي كاونتي، ثم سافر بعدها إلى كندا والولايات المتحدة ولعب كمان لعدة أندية قبل أن يعود مرة أخرى إلى انجلترا ويلعب لبعض أنديتها. بعد كده رجع مصر، وكلام ده سنة 1928، وانضم للنادي الأهلي ولعب ليه موسمين ساهم فيهم في فوز النادي الأهلي بأربعة بطولات مختلفة. وبالمناسبة إلى جانب كونه لاعب كان كمان بيدرب الفريق في ذلك الوقت، وانضم إلى نادي المختلط، وده طبعا كان اسم نادي الزمالك سنة 1930، وفاز معاه ببطولتين قبل اعتزاله عام 1932. بعد ما اعتزل اشتغل مدرب لمنتخب مصر في أوائل الأربعينيات، وتوفي في مطلع الستينيات من القرن الماضي. كلها أسماء تقيلة ومهمة وتاريخ لكرة القدم المصرية.